اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله واولى فقراتنا الحواريه اليوم مع واحد من نجوم كره القدم المصريه والنادي الاهلي سابقا. نجمنا النهارده في الاهلي ليله هو الكابتن محمود ابو الدهب. كابتن محمود مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. اهلا بيك وسعداء بوجودك معانا. انا اللي سعيد جدا لما بوجود مع حضرتك وبتشرف بيك دايما. سعداء بيك وجودك معانا. وهنبدا باسئله صعبه لان احنا النهارده بنلتقي في يوم صعب بعد نتيجه احنا مش معتادين عليها. طبعا مباراة الأهلي والاتحاد بالأمس، فوز الاتحاد 4-3 على النادي الأهلي بشكل مباشر، إيه أسباب الهزيمة، الأسباب الرئيسية لهزيمة الأهلي أمام الاتحاد من وجهة نظرك يا كابتن؟ خليني أقول لك يا كابتن محمد، يمكن ما فيش فرقة بتكسب على طول، فرقة مكسب وخسارة، لكن الناس متعودة إن النادي الأهلي بيكسب، يعني نادي بطولات، نادي كبير، لكن أنا شايف إن النادي الاتحاد يمكن احترم النادي الأهلي بشكل كبير جدا، قدر يتعامل معاهم مدير فني محترم زي الكابتن حلمي طولان. احترم فرقه النادي الاهلي كويس، عارف ان بيلعب فرقه كبيره زي النادي الاهلي، كان بيلعب يعني بتنظيم دفاعي، يمكن هو بقى له 3 4 ماتشات ماسك الكابتن حلمي، يمكن عارف ان النادي الاهلي فرقه كبيره، عنده لعيبه، عندها حلول، عندها اوراق رابحه كتيره جدا. لكن اسباب، مش هقول لك اسباب، يعني النادي الاهلي مش عايز اقول لك، في اصابات كتير جدا، في ناس كانت بعيده ورجعت تلعب او تبقى متواجده امبارح في المباراه زي صبري رحيل، كان اكرم توفيق، كان مروان محسن، كان راجع من الاصابه، يمكن ده برده انا مش عايز اقول عشان الناس ما تقولكش ده شماعة. النادي الاهلي مليء، يعني مليء باللعيبه الكبار واللعيبه الخبره، واحنا دايما بنؤكد طبعًا ان اي مجموعه بتلعب تيشرت فريق الاهلي وتكون موجوده في الملعب قادره على تحمل المسؤوليه. لكن هو خليني اقول لك برده ان اللعيب لازم يبقى رجله في الملعب دايما، ان في لعيب بيبقى اساسي او بيبقى متواجد دايما في الملعب، هي دي بتبقى بعيده عن حساسات. الحاجه الثانيه خلينا اقول لك ان النادي الاهلي كان مركز كويس جدا في بطوله افريقيا، يمكن ده يمكن كان في ضغط كبير جدا على اللعيبه، يمكن شفنا المستوى اللي ظهر بيه النادي الاهلي في مباراه وفاق الصيف، عملوا مجهود كبير جدا، فيمكن ده مخلي النادي الاهلي كان ان هو نزل يلعب في البطوله المحليه، فيمكن هو الكيرف ممكن يكون نزل شويه. هل ايام وقت ما كنت لاعب قبل اعتزالك كابتن محمود، رغم ان برضو كنت جيل بيحقق بطولات وجيل فريق مليان نجوم الفتره اللي كنت موجود فيها كلاعب محترف في النادي ده، هل احيانا كان فعلا ممكن يحصل نوع من تشتيت الذهن للجهاز الفني واللاعبين من كتر ارتباطات الفريق؟ لا. بيفكر هنا في سيمي فاينال افريقيا وعنده بطوله عربيه بعد بكره كاس مصر، ولا دي امور معتاده بالنسبه للاعبين محترفين زي لاعبي النادي الاهلي مش مفروض تؤثر؟ لا احنا كنا متعودين عليها، يعني احنا كان عندنا ميزه ان احنا كنا بناخد بطوله بطوله، يعني كنا بناخد ماتش بماتش وخلاص، بنلعب الماتش ده بنخلص بنفكر في اللي بعده، يمكن احنا ما كناش بنشتت ذهننا او ان احنا بنركز في البعيد، احنا بنركز في اللي احنا موجودين فيه في الوقت الحالي، يمكن ساعتها يمكن ما كانش لينا حظ في الوقت بتاعنا ان احنا اللي كنا نلعب في افريقيا، بس كنا بنلعب في البطوله العربيه او بنلعب في الدوري وكاس، كنا بنركز على طول في المباريات او في التوقيت اللي احنا هنلعب فيه. لكن احنا كان عندنا ميزه، يمكن عايز خليني اقول لك يا محمد، احنا يمكن هي كانت الهزيمه تقيله شويه بالاربعه، يعني ان النهارده النادي الاهلي بيخش فيه اربعه، يمكن احنا ما دخلش فينا اربعه وانا بلعب، يعني كان اتنين بالعافيه او واحد بالعافيه، فدي يمكن برده كان في احنا مش معتادين، الفريق الاهلي طول عمره مش معتاد على الخروج، ده اللي مزعل الناس، الا في حالات نادره جدا، نادره بشكل كبير جدا. يمكن كمان كان في حاجه يمكن انا شفتها امبارح، ان احنا كان الفرقه كلها كانت بتهاجم، يعني كان ما فيش، مش عايز اقول في نوع من ما فيش تنظيم، لكن كانت اللعيبه كلها عايزه المكسب او عايزه تتعادل او عايزه، ممكن صعبان عليها ان انت تتغلب بالشكل ده. لكن انا عايز اقول لك حاجه، يمكن النادي الاهلي كبير، قدر ان هو الفرقه تلم او الجهاز الفني بقياده مستر كارترون او محمد يوسف ان هم يلموا الفرقه بسرعه ويلموا اللعيبه ويقدروا يتكلموا معاهم. وانا عايز اقول لك حاجه، انا سعيد جدا، مش سعيد ان احنا اتغلبنا، سعيد ان هي جت بدري، ان احنا اللعيبه تقدر تلم نفسها قبل مباراه وفاق الصيف، ان انت تقدر تلم نفسك كويس قوي، تبقى جرس انذار للفريق طبعًا. يعني قبل المباراه. لكن خليني اقول لك ان برضو يعني الراجل معذور او المدير الفني معذور، انت عندك اصابات كتير في الفتره اللي فاتت، يقدر ان نقدر الاصابات ترجع او اللعيبه ترجع بشكل كبير جدا، وان شاء الله النادي الاهلي قادر، ان هي بتبقى كبوه في الموسم ان انت ممكن تتغلب ماتش او اتنين، فدي بيبقى درس للعيبه يعني. طيب يعني لو قرينا فنيا شويه قبل ما نتكلم عن حاجات تانية، من وجهه نظرك تحليلك الفني للمباراه، اداء الفريقين مستر كارترون والجهاز الفني ولاعبينا امام فريق الاتحاد بقياده برضه كمان مدير فني كفء وعنده خبرات كبيره زي كابتن حلمي طولان، شايف الامور كانت متكافئه في الملعب؟ شايف المباراه قبل النتيجه طبعا اللي حسمت الامور لصالح الاتحاد، موازين الاداء في الملعب خلال فترات المباراه شايفها في صالح مين؟ وهل كانت متكافئه ام تفوق فيها الاتحاد ام الاهلي؟ لا خلينا اقول لك، اي حد بيجي يلعب النادي الاهلي كاسم كبير، يعني اي حد اسم النادي الاهلي لوحده ان بيخلي اللعيبه تعمل حساب، يعني انا كنت بلعب في النادي المصري، لما بلعب النادي الاهلي انا 50% مغلوبها بره قبل ما انزل الملعب،
يا جماعه خلي بالكم فلان او النادي الاهلي نادي كبير نادي بيلعب على المكسب دايما نادي على البطوله. فاي فرقه هتيجي تلعب يا محمد النادي الاهلي فبتبقى مغلوبه نفسيا، ال 50% الباقيه بتتغلبها في الملعب. لكن في مدربين يمكن شطار او مدربين فاهمين، يمكن الكابتن حلمي طولان من المدربين اللي فاهمه كويس جدا، بيعرف يلعب النادي الاهلي، بيعرف يحافظ لعيبته. يمكن نادي الكابتن حلمي طولان زي ما حضرتك كل عارفين بعد اقاله الكابتن محمد عمر، يمكن الراجل مسك فرقه الاتحاد يمكن عمل نتائج كويسه جدا مع تعادل مع وادي دجله وكسب الجونه، وقدر انه يكسب النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت. هو عمل تنظيم دفاعي يعني، عمل يعني لم فرقه الاتحاد بشكل كبير جدا. لعب النادي كابتن حلمي كمان كان عنده مع جهازه المعاون تجارب سابقه في مواجهه انديه القمه وفي مقدمتها الاهلي لما كان مدير فني الحرس الحدود، في بيقدر يلعب مباريات كويسه مع الفرق الكبيره. وفي يا استاذ محمد في مدربين بتعرف تلعب النادي الاهلي، بتقول لك انا ما افتحش الجيم، ما افتحش خطوطي قدام النادي الاهلي، لان انت اللي هيفتح خطوطه النادي الاهلي بيحب كده، او الفرق الكبيره ان انت بتحب تلعب الفرق ان انت يعني تجرني ان انا هجمك. لكن هو كان دايما قافل المباراه مضايق مساحاته فبالشكل ده. لكن احنا عايز اقول لك الحاجه، يمكن انا شفت يمكن النادي الاتحاد عمل مباراه كويسه بس ما كانش بالخطوره الكبيره او ان في خطوره على النادي الاهلي، لكن في اخطاء، اخطاء متواجده، عدم تركيز او لعيبه ما كانش بعيده او ما كانش اخطاء عندنا احنا انت ما كسبتش يعني عشان بس ما حدش يقول لك ان الاتحاد فرقه محترمه والنادي كويس والكابتن حلمي طولان مدير فني محترمين. لكن في نفس الوقت لو سالت الكابتن حلمي طولان ما كانش يصدق ان هو يعمل النتيجه دي، لان في اخطاء. احنا جبنا جول الاولاني احنا في نفسينا او من تمركز غلط خطا. الحاجه الثانيه ان انت كان في خطوطنا اتفتحت بشكل كبير جدا وده كان مش بيحصل. هل التغيير كتير في التشكيل مهما كنا بنثق طبعا في كل لاعب مسجل في قائمه النادي الاهلي، لكن دايما في عناصر هي صاحبه الخبرات الاكبر وهي الموجوده بيعتمد عليها بالنسبه الاكبر في الملعب، هل ده له تاثيره على المباراه عدد الغيابات والاصابات او احتياج بعض اللاعبين للراحه لكثره الارتباطات؟ فراى الجهاز الفني انه يعمل تغييرات بدرجه كبيره شويه. انا قلت لحضرتك ان هو الراجل معذور ان انت عندك اصابات كتير، لكن النادي الاهلي دايما معودنا ان في تيم في تثبيت، يعني في تثبيت للتشكيل. النهارده زي شفنا في الفترات السابقه ان انت عندك ثبات تشكيل بشكل كبير. هل التغييرات بقى وعدم وجود ثبات التشكيل طبعًا في المباراه دي لاسباب طبعًا حتى لو كانت خارجه عن اراده الجهاز الفني او فرضت عليه او اضطر لها، هل هي من وجهه نظرك كابتن محمود اثرت على اداء الفريق في المباراه؟ لا ما اعتقدش. ان انت بتلعب في النادي الاهلي انت بتلعب في اسم كبير ولازم اكون عارف حجم النادي الاهلي وحجم الفنانه اللي انا بلبسها، فاكيد لازم ابقى عامل حساب ان انا في اي وقت تحت امر النادي والمدير الفني يحتاجك في اي وقت هتلعب. ما فيش حاجه اسمها انا مالكش عذر ان انت تبقى موجود بره او ما بتلعبش، ان انت تنزل تقول اصل انا ما اديتش عشان انا ما بلعبش. لا، انت عليك ان انت تتمرن كويس وتبقى جاهز في الوقت اللي يحطك المدير الفني. ده اللي احنا تعودنا عليه او اتربينا عليه، ان انا بلعب في النادي الاهلي في اي وقت هنزل ادي بشكل كبير جدا. ما يبقاش فيه حجه ان انا اقول لا اصل انا ما كنت بعيد او مش بعيد، ده مش موجود. واحنا دايما ده المفروض ده المثالي. ما انا بقول لك ده ودايما يا استاذ محمد احنا بنقول الاهلي بمن حضر، يعني الكلمه دي احنا بنقولها على طول، يمكن نقولها في قناه النادي الاهلي او اي حد بينتمي للنادي الاهلي. انت بتنتمي للفانله الحمراء، ان انت بتنزل في اي وقت بتلعب، في اي وقت بتبقى موجود، اي وقت المدير الفني بيطلب منك يحتاجك. المفروض على المستوى المطلوب، لان يا اما ما كنتش من اساسه تيجي النادي الاهلي او تلبس الفانله الحمراء. طب هل كانت بعض العناصر مش في افضل حالاتها او في جاهزيتها البدنيه والفنيه والذهنيه لما طلب مشاركتها في المباراه دي؟ في كتير مشاركتهم كانت اقل من مستوى المتوقع. في بس مش عايز يعني بدون ذكر اسماء، بنتكلم بشكل عام. لا كان في عدم تمركز صح، في عدم تركيز، يمكن الاخطاء او الاهداف اللي جت فينا يمكن كانت من اخطاء مننا احنا او من عدم تمركز صح، ان في ما فيش تركيز. يمكن انا شفته في المباراه في لعيب يعني حاسس ان يعني اول مره يلعب، يعني انا بكلمه مش في حالته العاديه، مش في حالته العاديه، مش هو ده او مش يعني انا بشوف في لعيبه بتنزل بتغيب وبتيجي تلعب بتحس انها مش بعيد عن المركز زي محمد نجيب، يعني من اللعيبه الرجاله وعندهم حقيقه بيرجع في اي وقت بيرجع في اي وقت بيبقى موجود. يعني انا استغربت جدا من صبري حيدر، لعيب كويس، لعيب بيأدي بشكل كبير جدا ومستواه هايل، لكن المباراه دي ما كانش في حالته الكبير. اكرم توفيق نفس ما كانش في حالته. لكن مروان محسن ممكن يكون معذور شويه ان هو راجع من الاصابه، يعني الحاجه خلينا يعني برضو مش عايزين او حد بس مروان محسن بدا الحمد لله بقوه الفتره اللي فاتت ورجع كان للتهديف قبل المباراه
دي. هو لازم يرجع لان في منافسه الوقت اصبح في منافسه, عندك صلاح محسن, عندك ازار, وعندك مروان محمد, فهتبقى في منافسه كبيره بشكل محترم, وده هتخدم النادي الاهلي وتفيد النادي الاهلي في الفتره السابقه. طيب خلينا نتكلم عن اللي جاي, تركيز الفريق ازاي المفروض من وجهه نظرك كابتن محمود, الجهاز الفني يتعامل بسرعه جدا للوقت ضيق فارق بين المباراه او هذه الهزيمه امام الاتحاد وبين مباراتنا اللي جايه دور ال 32 في كاس مصر, فارق زمني ضيق جدا. الجهاز الفني واللاعبين المفروض يركزوا على ايه في الفتره يعني دي؟ يركزوا ان انت خلاص يعني انت مباراه وانت تنساها, ان انت تفكر في اللي جاي, ان انت حاجه بحاجه بعد كده يمكن الراجل فأتمنى ان اللعيبه تقعد مع بعضها كتير جدا. اللعيب اللي هو بيتمرن انت ما بتتمرن, وفي اي وقت المدير الفني يطلب منك ان انت تبقى متواجد, تبقى متواجد تلعب, عندك بطوله مهمه. يمكن احنا مركزين ان احنا في بطوله افريقيا الفتره الجايه, عندك مباراه صعبه, احنا كسبانين هنا 2-0 لكن المباراه اللي في الجزائر هتبقى اصعب لان انت بتلعب فرقه كبيره جدا على ملعبها. اعتقد ان اللعيبه لازم كابتن الفرقه اللي هو حسام غالي, حسام عاشور, يلم الفرقه بشكل كبير, يقعد مع اللعيبه ويقعد والجهاز الفني يقعد يعالجهم نفسيا بشكل كويس جدا. فانا اعتقد النادي الاهلي ما بتاثرش بالهزيمه لان اللعيبه الاهلي كبير والاهلي ما بتاثرش بهزيمه, لكن ان شاء الله يقدر يقادر ان هو يعوض بسرعه والناس بتنسى. لان في ميزه كمان الفوز والنجاح بينسى الهزائم. في ميزه كمان يا استاذ محمد في النادي الاهلي ان هو بعد كل كبوه بتحس ان انت بيبقى عايز المباراه اللي بعديها. فانا بشفق على فريق الترسانه بامانه ربنا لان المباراه اللي جايه هتبقى صعبه على فريق الترسانه. النادي الاهلي عاوز ينسى بسرعه الناس القديمه, فاكيد المباراه اللي جايه هياخدوها بشكل كبير جدا, جديه بشكل محترم. طيب كابتن محمود, بتفضل لغه المدير الفني الموضوعي المتواضع اللي بيتكلم بشكل عملي جدا زي ما شفنا مستر كارترون وهو بيتكلم في المؤتمر الصحفي, انه في مدربين او في مدير فني بعد اي مباراه او اي كبوه او هزيمه يقول اصل الحظ, اصل التحكيم ما ساعدناش, اصل كذا, انه كان في مؤثرات خارجيه يعني. لكن هو اتكلم عن الحسابات الفنيه وقال في اخطاء وقال انه هيشتغل عليها في الفتره الجايه, واتكلم عن غيابات او ظروف محيطه بالفريق, ويعني اتكلم بشكل موضوعي جدا, ما فيهوش اي تعالي او ما فيهوش نوع من انكار ان المنافس تفوق عليه في المباراه دي. هل ده اللي احنا عايزينه؟ هل ده بيبقى افضل للمدير الفني يبقى مدرك ان في خطا محتاج نصلحه؟ انا قلت لحضرتك في البدايه, قلت لك ايه, ان قلت لك احنا في اخطاء حصلت مننا, يمكن فرقة الاتحاد مع احترامي ليها انا بقول لهم مبروك وهارد لك, لكن في نفس الوقت انا بقول لك في اخطاء حصلت مننا احنا في الملعب او عدم تمركز, لازم نشتغل عليها, نشتغل عليها. والراجل لما بيتكلم كده الراجل مش هيعلق شماعته على التحكيم, لا, التحكيم ما كانش فيه مشاكل, ما كانش فيه, كان ماشي بشكل كويس جدا, ممكن يكون اخطاء بسيطه وارده في الكوره, لكن هو الراجل ركز على الاخطاء اللي حصلت من البعض اللاعبين. اكيد هو راجل عنده رؤيه وشاف كويس جدا ان في لعيبه مش في حالتها, في لعيبه في يعني في تمركز غلط في المباراه, فيمكن هو ده, انا احترمته جدا واحترمته بشكل محترم كبير ان هو بيتكلم على اخطاء فرقته ان هو يحاول يعالجها في الفتره القادمه, على اساس ان عنده بطوله مهمه اللي هي وفاق الصيف او بطوله افريقيا, وعنده ماتشات لان مش عاوزها تتكرر في المستقبل. هنرجع نكمل كلامنا معاك كابتن محمود عن المباريات اللي جايه, توقعاتك لمباراه الاهلي امام الترسانه في كاس مصر دور ال 32 يوم الاربعاء ان شاء الله, مشوارنا في البطولتين الافريقيه والعربيه, ومباريات مهمه ومباراه العوده في قبل نهائي البطوله الافريقيه امام وفاق سطيف. ولكن هنتابع في البدايه تقرير لان عندنا امور كثيره في مشاركه او حريص النادي الاهلي على التواجد فيها والمشاركه فيها, ودايما ابدا بيكون من اول او اول الكيانات الرياضيه اللي بتطلب للمشاركه في اي حدث مجتمعي رياضي مهم في مصر. بنتكلم عن لغه الاعلام الرياضي المطلوبه, عن تقريب وجهات النظر, ازاله الخلافات من الوسط الرياضي والوصول الى شكل مقبول, ونرجو ان هو ده اللي يبقى سائد بيننا في محبه واحترام متبادل. رأيك إيه في الحالة اللي في الوسط الرياضي, وهل دي الحالة المرضية لينا ولا نتمنى الصورة تبقى مختلفة؟ أنا بكلمك بصراحة محمد, أنا أتمنى أن الناس تهدى. يعني إحنا بنلعب كرة قدم, ما إحناش في حرب, إحنا بنلعب منافسة شريفة. يعني خلي بالك إحنا في ناس بقت بتتفرج أو ناس بقت بتتخش على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا, الكلام بقى كتير, الكلام بقى في دوشة, بقى مش عاوز أقول فتنة, لكن بقى في رغي كتير جدا. النادي الاهلي نادي كبير ما بيتاثرش, النادي الاهلي كبير هيفضل طول عمره كبير بالنادي الاهلي في الوطن العربي وفي افريقيا. اي بطوله النادي الاهلي بيخش بيبقى نجاح للبطوله مش نجاح للنادي الاهلي, انا بكلمك بامانه, لان النادي الاهلي لما يخش يلعب في البطوله العربيه ده نجاح للبطوله العربيه نفسها, لما بيخش في بطوله افريقيا ده نجاح للبطوله الافريقيه. احنا ننتمي لافريقيا وننتمي وده شرف لينا, لكن في نفس الوقت النادي الاهلي نادي كبير. لكن ما اقولش النهارده لغه, انا في حاجات يا استاذ محمد بس بعدين ولادي معايا في كلام انا بسمعه في الاعلام في الرياضه مش مقبول على الاطلاق, مش مقبول. احنا في منافسه, المنافسه دي شريفه,
يمكن انا عشان انا يمكن انا عشت في اوروبا او شفت الاحتراف فعلا في اوروبا, الناس بتتكلم فنيات. احنا الوقت بقى بنتكلم في مشاكل, يعني النهارده البرامج الرياضيه الوقت بقى تخش تقريبا 90% من الكلام بعيد عن الفنيات. يعني معلش انت بتتكلم 3 ساعات في قضايا ومحاكم ولجنه اولمبيه واللائحه ورئيس نادي عمل ورئيس نادي سوى وراجل مستثمر. احنا بنتكلم في حاجات بقالنا يعني نقعد 3 4 ساعات وبنتكلم فنيات ربع ساعه. يعني النهارده المشاهد ايه اللي بيستفاده؟ ايه اللي بيستفاد؟ انت بتفيد المشاهد في ايه؟ النهارده انا لما ادخل مجال ابني مجال الرياضه, طب يعني عاوز يتعلم رياضه, عاوز يتعلم يحترم الاخر, يحترم احترم الجماهير اللي جايه لي ديت اللي هي جايه تتفرج عليا. انت بتحبني فانت بتيجي تتفرج عليا, انت بتشجع فرقتي في نفس الوقت. انا بشجع النادي الاهلي, انا رايح اشجع النادي الاهلي عشان يكسب. وقت ما يكسب انا بسقف له وبشجعه, وقت ما بيتغلب ببقى مساند ليه وببقى جنبه واقول له هارد لك. لكن مش كل يوم هنعمل مشاكل وكل يوم هنطلع في الاعلام ونتخانق ونبقى في فتنه كبيره جدا. عايزين نرجع تاني لشكل المنافسه اللي فيه احترام متبادل ونستمتع بالرياضه. طبعا طبعا. وخلي بالك النادي الاهلي والنادي الزمالك والاسماعيلي والمصري انديه كبيره, وخلي بالك احنا بنتاثر, احنا شعب بنتاثر بالكلام بشكل كبير جدا. وبقينا بنغلط في السوشيال ميديا بشكل مستفز, ان احنا وده وخلي بالك بيعود علينا بشكل سلبي, ان بقى ما بقتش رياضه. يعني خلاص بقى التوتر مالي الوسط الرياضي ده طول الوقت. خلاص انا متحفز لك, انا متحفز لك وانت متحفز لي. يا جماعه دي رياضه, انا في الاول وفي الاخر انا يعني انا مثلا لما في مباراه كره قدم يقول لك ده كرنفال, انا رايح اتفرج على الناس اللي انا بحبها. في كان عيد يوم عيد ان انا باخد ابني واسرتي ان انا اروح اتفرج على المباراه, مش رايح ان انا احارب. انا ماليش دعوه انا كلعيب كوره او النهارده كرياضي, انا ماليش دخل بقى في جهات تانية تحاسب اي حد بيغلط او اي حد مخطئ. يعني النادي الاهلي نادي خط احمر, او رئيس نادي الاهلي خط احمر, محدش او اي رئيس في الدنيا ليه احترامه. لكن في نفس الوقت يعني بذكر قناه النادي الاهلي على طول, في توعية وفي كلام جميل بيتقال في قناه النادي الاهلي, عمره ما يعني ما انساك ورا اي مشاكل. انت بتتكلم على ناديك, بتتكلم على اخطاء ناديك, بتتكلم على الفوز النادي الاهلي كسب, انا بتكلم على النادي الاهلي. فبالتالي عشان كده بنتفرج عليها دايما. لكن في برامج تانية بتجيب حاجات بتملى المساحه, فيها تجاوزات كتير, فيها تجاوزات كتير جدا وفيها الفاظ. يعني انا يمكن انا بتكلم مع الراجل اللي احنا جايين بقوله في تجاوزات بتحصل ازاي, الناس الاعلام بيسمعوا بيها بتسمح بيها ازاي. النهارده ابني ولا بنتي ولا اي مشاهد اي مشاهد بيسمع الكلام ده ازاي؟ مين اللي يحاسب الناس ديت؟ ومين اللي يقول للناس دي عيب؟ او ليه احنا مش مفعلين بالشكل الحقيقي كل الضوابط اللي بتنظم الوسط او قواعد الاعلام الرياضي يعني والممارسه الاعلاميه؟ اتمنى ان الفتره الجايه الناس تهدى, الناس تشتغل على نفسها, انها تحترم بعض. النهارده في مستثمر يبقى متواجد يا اهلا بيه, لكن في حدود الادب او في حدود ما تخشش على الانديه الاخرى. عموما كلامك كان في محله وفي توقيته يا كابتن محمود, لما كمان اشدت وده يساعدنا. وحاجه طبعا شهاده نعتز بيها اشادتك بدور قناه, انا مش عايز ابقى شهادتي مجروحه عشان النادي الاهلي, بالعكس يعني انا بتكلم الحقيقه, بتكلم يعني بشكل عام من نظرك او قناعاتك الحقيقيه. وده مرتبط بحديث كمان للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه, وهو يتحدث عن امرين, امر خاص بعوده الجماهير رغم كانت القضيه وهذه الندوه او هذا المؤتمر كان خاص ببعض الامور الاخلاقيه والسلوكيه المرتبطه بحياتنا بالمجتمع المصري وبالوسط الرياضي المصري. تحول الامر الى الحديث عن قضايا رياضيه مهمه جدا, منها عوده الجماهير وكيفيه تفعيل عوده الجماهير من اجل دعم ودفع للامام الاستثمار الرياضي والرعاه وكل الامور اللي بتنشط الرياضه اقتصاديا وبتدعمها ماليا وبتسبب لها او بتوفر لها روافد ماليه وتسويقيه ودعائية وبتساعد على نجاح هذه الصناعة بشكل عام أو هذا المجال بشكل عام. وأيضا كانت في إشادة من الدكتور أشرف صبحي وأمر يسعدنا ونعتز به أيضا, هو التأكيد على دور قناة الأهلي ورأيه في لغة وممارسة إعلامية سليمة أو موضوعية بشهادة وزير الشباب والرياضة المصري لقناة النادي الأهلي. خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأمنياته وأمنية المجتمع المصري, وهو هنا في هذه التصريحات بيمثل الكيان الرسمي للدولة, أمنياته بالنسبة للإعلام الرياضي, واستشهد وكان المثال اللي استخدمه في حديثه هو الحديث عن قناة النادي الأهلي اللي المفترض حسب تصريحاته أنها بتخاطب فئات كثيرة جدا فلها تأثير واسع النطاق, يجب أن يراعى في البعد اللي بيقدم في المحتوى والرسالة الإعلامية وجودة هذه وقيمة هذه الرسالة الإعلامية. وزارة الشباب والرياضة مع مؤسسة مصر الخير, إعداد الشباب نفسيا وذهنيا وسلوكيا,
التحضير لقضايا مهمة جدا ودور الدولة حسب تصريحات وزير الشباب والرياضة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية أو تفعيل دورها من أجل دخول الجماهير للاستادات. بيقول الكل يجب أن يساعدنا حتى تكتمل هذه الصورة الإيجابية، وأن عندنا الدولة لديها رؤية جيدة وإيجابية تتسق مع الأمور أو مع المرجو في الموسم القادم. وبيطالب الجميع بالتكاتف. وقال الدكتور أشرف صبح أنه بالتأكيد الدولة لما بتتدخل بيبقى عندها رؤية، لكن هي لا تدير بمفردها حسب تصريحاته، لأن في قضايا في شركاء فيها زي الاتحادات الرياضية وزي الأندية اللي هم جميعا شركاء في منظومة كرة القدم. نتمنى الكل يستجيب لهذه الدعاوى والكل يرجح أو يغلب صوت العقل على الجميع من أجل الوصول لأفضل نتائج ممكنة خاصة بالاستثمار الرياضي والاستمتاع بالرياضة زي ما قال ضيفنا الكابتن محمود أبو الدهب. كابتن محمود أعود إليك مرة تانية وعايز أسمع تعقيبك على وتعليقك على أهم ما جاء في حديث الدكتور أشرف. هو خلي بالك أي حد يا محمد بيتمنى الجماهير ترجع تاني، الجماهير ده سند كبير جدا وعصب الرياضة المصرية. إن النهاردة النادي الأهلي أنا مش متخيل النادي الأهلي يلعب دور قبل النهائي في بطولة أفريقيا. يمكن أنا كنت حزين جدا إن المدرجات فاضية، لكن أنا بتمنى إن كانت الاستاد يبقى مليان. لو إحنا لو الاستاد مليان لأن الجماهير دي برضو تبقى سند أو سند للعيبة بشكل كبير جدا. أنا متهيألي إن أي فرقة كان بتيجي تلعب النادي الأهلي في استاد القاهرة أو في أي استاد وبتشوف الجماهير دي كان بتتخض فعلا، لأن الجماهير النادي الأهلي من الجماهير الوفية جدا. أنا عم الجماهير النادي الأهلي ما شتمت لعيب أو لو لعيب وحش عمرها ما كان بتقطع فيه أو بتشتم فيه، بالعكس ده مساند جيد ليه، فدي كانت حاجة كويسة جدا. جماهير النادي الأهلي بتحب النادي الأهلي، بتحب فرق مش بتحب الكيان، بتحب يعني اللعيب النهاردة جماهيرنا. أنا دايما أقول إن الجماهير دي بتحب تشجع فريقها داخل النادي الأهلي عشان تشجعه، مش بتشجع أشخاص. ممكن تكون بتحب اللعيب، تحب فلان، بتحب علان، فبالتالي لكن في الأول عاوز فرقتها تكسب. أتمنى إن النهاردة الجماهير يبقى في وعي، النادي الجماهير الأهلي أذكياء جدا ما بينسقوش ورا الإشاعات أو المشاكل اللي بتحصل، لكن الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله أتمنى الجماهير بتبقى بكثافة. مش عايزين نقول خش، واتمنى ان اتحاد الكوره يعني دي حاجه دي امنيه. انا قبل اتحاد الكوره هنرجع بقى لاتحاد الكوره، الكلام اللي قلته كان مهم جدا. عندنا امرين في اجابتك الاخيره عايز اسال عنهم. مين اللي المفروض عليه العبء الاكبر في الفتره الجايه في الدوله، اجهزه الدوله، الوزاره، اتحاد الكوره، الانديه وادارات الانديه المشاركه في الدوري الممتاز، اجهزه الامن، كل اتحاد كره القدم المصري، كل الاجهزه اللي هي مشاركه في تنظيم خريطه رجوع الجماهير، وفي مسؤوليه على الجماهير نفسه انهم يسهلوا مهمه رجوعهم يا يصعبوها بتجاوزات، باندفاع مش محسوب بأي أمر أو بأحداث عنف لا قدر الله بتصعب المهمة جدا وخلي الدولة تراجع حساباتها ألف مرة قبل ما تسمح بزيادة الأعداد. نحل الإشكالية دي إزاي وإزاي كل واحد يدرك مسؤوليته؟ يعني لازم يعني أنا في اعتقادي إن جماهير النادي الأهلي بتمنى إن محدش يخش في وسطيكم، لان انت ما انتش عارف مين اللي داخل بيشجع فرقه ايه، بيشجع فرقه النادي الاهلي، بيشجع فرقه اي فرقه ان كانت. لكن اتمنى النادي الاهلي اي حد بيخش في مدرجات او في ماتشات النادي الاهلي فده بيبقى اهلاوي. لكن المشكله الكبيره ان عامل مشترك بين كل الاجهزه او المؤسسات اللي موجوده في الدوله. في حاجه تانية يمكن انا اقولها قلت لحضرتك عليها، ان اتحاد الكوره لازم يشوف شغله. بمعنى ايه؟ اللي بيغلط لازم يتعاقب. النهارده لازم احرم الجماهير دي من متعه المشاهده او ان انت تشارك. اللي بغلط انا اطبق القانون واطبق القانون بحذافيره. النهارده الجماهير اللي بتغلط سواء اي جماهير موجوده، انا ممكن احنا بنتكلم على نفسينا كنادي الاهلي ان انا لو غلطنا ان انا اطبق عليا العقوبه او اطبق عليا الماده اللي بتقول ان لو حد العقوبه دي مناسبه للتجاوز، لكن ما تحرمنيش بقى خمس ست سنين ان انا اقعد ما يخشش فرقتي اخشش اشجع فرقتي. النهارده المدركات خاليه. النهارده في ناس كتير جدا مستفاده ان الجماهير ما تخشش، في 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 اعلام، في تحكيم، في ناس من الحكام. يمكن انا مش عايز اتكلم بصراحه شويه ان في ناس مستفاده ان الجماهير ما ترجعش. زي مين؟ بلاش نقول اسماء، يعني مين الفئات اللي ممكن تبقى اللي بيبقى عليها ضغط، اللي بيبقى عليها ضغط بشكل كبير جدا ان هي عايزه تشتغل او تعمل اللي هي عايزاه، ما حدش يقول لها حاسبها انت بتعمل ايه. يعني انا بكلمك بامانه، في لعيبه جدا، في لعيبه يمكن انا هتكلم على اللعيبه ان في لعيبه ما بتحبش تلعب قدام جماهير في سواء في اي حته في الدنيا. النهارده خايف، بيخاف من الجماهير، في لعيب بيخاف من الجماهير، فبالتالي ما بيأديش بشكل كبير. مع ان العكس ان انت الجماهير دي لما بتخش تشجعك بالعكس انت لازم تأدي احسن ما عندك. في حكام، انا بكلمك بصراحه، خلينا انا كم ما تقولش لا في مش عايز ضغط عصبي عليه، مش عايز ضغط عصبي بيفضل المباراه. بس هقول لك حاجه يا محمود، الكلام ده منطقي، بس لا الحكم اللي مش بيحب وجود الجمهور او ما يفضلش حسب كلامك مش ما بيفضلش وجود الجمهور
او اللاعب اللي بيفضل الاداء من غير ضغط جماهيري ما عندهمش هم القرار بتاع رجوع الجماهير، يعني حتى هم دي خارج ارادتهم. لا ما هم احنا اللي بنديهم الفرصه. انا عايز اخش اشجع فريقي بس، اشجع ناديه بس، عايز فريقي تكسب. مش عاوز اتحرم تاني، لان انا النهارده لما انا كلاعب لما بشوف الجماهير المدرجات فاضيه انا ما بتفرجش على الماتش. طب اسالك سؤال صريح شويه، الانديه المصريه كلها وفي مقدمتها الاهلي، لما الجمهور يرجع ويحصل تجاوز في مباراه من المباريات فيحرم اي فريق مش بس الاهلي بشكل عام من جمهوره مباراه او اتنين حسب اللوائح والعقوبات المحدده، المفروض الفريق ده يبقى اول من او الاداره دي تبقى بتدعم لهذا النادي او ذاك طبعاً. اللي حرم من الجمهور بتدعم القرار ده وبتساعد وبتساند هذا النظام وهذا الضبط للامور ولا تبقى منزعجه؟ ما الجماهير بتضر النادي. يعني النهارده لما الجماهير دي لما تتحرم ما تخشش الماتشات او بتتحرم او بتكسر استاد او بتعمل مشاكل، ما انت بتضر النادي في الاول وفي الاخر. لكن انا لما اتحرم ماتش وماتشين وثلاثه بعد كده مش هعمل هذا الفعل تاني، فبالتالي انت بتطبق القانون او بتطبق الماده اللي يعني ان انت بتقول للجماهير انا احرمك من الماتشات اللي جايه. يعني بتطالب ان الدوله او طبعا. كل الاجهزه اللي بتنسق لعوده الجماهير ومسؤول عنها انها ترجع الجمهور ويملى الاستادات بسرعه. املى الاستادات. احنا بص يا محمد احنا قادرين نأمن اي مباراه، احنا كمصر عندنا الحمد لله رب العالمين شرطه وجيش نأمن اي مباراه، وشفنا الامثله كتير في مباراه منتخب مصر في الكونغو، يمكن الاستاد كان مليان، ماتش غانا كان مليان، يمكن الجماهير ما خرجتش عن الروح الرياضيه لان عايزه فريقها توصل كاس عالم، فبالتالي كان الجماهير ملتزمه بالروح الرياضيه وبتشجع فريقها بس، فيمكن احنا يبقى احنا قادرين ان احنا نشجع. لكن لما تيجي تقول ان انا النادي الاهلي ما يخشش الجماهير وما تخشش او الاعضاء بس الجماهير هم اللي يخشوا في مباراه وفاق الصيف ومباراه مهمه والدور قبل النهائي، ده لمصلحه مين؟ يعني انا بتكلم بصراحه ده لمصلحه مين؟ انا يمكن انا حزنت بشكل كبير جدا، انا بقول لك كنت نفسي الاقي الاستاد يبقى مليان، يعني هل في مباراه نهائيه هتقول لي مش هترجع الجماهير؟ ما فيش جماهير هتخش تشجع النادي الاهلي؟ لا بالعكس، جماهير فعلا النهارده لو انت حرمت الجماهير او عملت مشكله او حرمت الجماهير انها ما تخشش بعد كده في مباراه او مباراتين اعتقد ان هي مش هتعمل الفعل. يعني تفضل عوده النادي، النادي لازم يعمل على عوده الجمهور بس يبقى في عقوبات بتطبق مع فئات عمريه مختلفه، اطفال وشباب وكبار، اولاد وبنات، رجال ونساء، اهلاويه، ناس كتير جدا بتحب النادي الاهلي، منتميه للنادي الاهلي، اصبح جزء رئيسي من استمتاعها بحياتها هو متابعه نشاط هذا النادي العريق ونجاحاته وانتصاراته سواء في كره القدم او في اي رياضه اخرى. وشفنا التصريحات التلقائيه جدا في السن الصغير او من الاطفال لما تشوف طفل بيظهر ويتكلم بمنتهى الصدق وبمنتهى التلقائيه ودون اي افتعال وهو بيتكلم عن حبه الشديد وانتمائه منذ نعومه اظافره للنادي الاهلي. كابتن محمود تعليقك ايه على التقرير الجميل ده؟ عايز اقول لك الحاجه، يمكن انا لاحظت حاجه يا محمد ان الكلام طالع من القلب، يعني مش الناس مش محضرينه، يعني فعلا حاجه يمكن انا كنت بقولها زمان يمكن لحد دلوقتي انا بقولها لاولادي، قلت لهم انا لعبت في النادي الاهلي، يعني لما بطلت ولادي بيسالوني، يعني في ناس فيهم ما اتفرجش عليا فبقول له يقولوا لي انت عملت ايه، فكنت ببقى سعيد جدا لما قلت لهم انا لعبت مع النادي الاهلي خدت بطولات، في لعيبه بطلت كانت عظماء في الكوره لكن ما خدتش بطولات، لكن لما انا اقول لهم النهارده تلعب كوره لازم تحقق طموحك اللي انت شايفه. كنت من نجوم الكوره الكبار في بورسعيد يا كابتن محمود قبل الانتقال للاهلي؟ لا لا انا لا انا كنت في المريخ البورسعيدي. في المريخ انا قصدي من نجوم الكوره المشهورين في بورسعيد فتره وجودك في نادي المريخ، وكنت متالق ودايما معروف كمان عن البورسعيديه انهم منتمين جدا لبورسعيد في كره القدم. لا بس انا مش بورسعيدي على فكره، انا عارف هو شارع بورسعيدي بس الفتره اللي قضيتها هناك انا عارف انك فانا عارف انك من الناس اللي كانت كمان متالقه في الفتره دي. هل وجودك في النادي الاهلي كان فتره مختلفه خالص في حياتك رغم نجاحك الكبير مع نادي المريخ؟ وكنت يعني من الاسماء اللي دايما اسمها مطروح للمنتخب، كنت من الاسماء الملفته في نادي المريخ، لكن فترتك في الاهلي شايفها بصوره ثانيه. يعني انا حياتي اتغيرت 80 درجه او مش عاوز او 100 درجه. ان انت لعبت في النادي الاهلي اتعلمت حاجات كتير جدا، اتعلمت يعني ايه كره قدم، يعني احتراف، يعني احترام الجماهير، يعني احترام اللعبه اللي انت بتلعبها نفسها، احترام الشخصيات اللي موجوده ان هي كانت بتقدرك تقدير كبير جدا. انت حاسس ان انت بتخش النادي الاهلي، انا اول يوم دخلت في النادي الاهلي محمد يعني حسيت ان انا بلعب معاهم بقالي 20 سنه، ان انا بتفرج، دخلت على الكابتن حسام حسن، الكابتن ابراهيم، الكابتن شوبير، الكابتن اسامه عرابي، الكابتن محمد رمضان، اجيال يعني ناس كبيره جدا، حسيت ان انا مش غريب، مش اول مره اجي اتمرن معاهم، يعني حتى ما خدتش وقت، قعدت يعني احتضنوني بشكل كبير جدا. يمكن انا كان معمول لي ارضيه بشكل كويس ان مصطفى كان الكبير بيلعب في النادي المصري فطبعا كان زميلهم، فكان طبعا يعني دي كانت عامله لي حاجه كويسه جدا. لكن لما لعبت في النادي الاهلي الدنيا اتغيرت معايا بشكل كويس جدا، وانا كنت بقول دايما ايه الفوارق الرئيسيه اللي فاكرها بقى فتره نجاحك مع النادي الاهلي؟ لا ان انت داخل تلعب على بطولات،
يعني انت في النادي الاهلي داخل تلعب على بطوله، اي بطوله بتخش تلعب فيها ان انت لازم تكسبها، او ان انت ما فيش حاجه اسمها هزيمه، ما فيش حاجه ان انت تعادل، انت يعني لا، انت داخل النادي الاهلي انت داخل على بطوله، فبالتالي انت واحد بتساهم في في البطولات اللي انت هتشارك فيها، فدي يمكن ساعدتني بشكل كبير جدا. النهارده نشوف بعض اهدافك يا كابتن محمود، كنت من المدفعجيه في النادي الاهلي، وكنت من النجوم اللي اصبحوا من العناصر المهمه جدا والاساسيه والمؤثره في الفريق كمان الفتره دي. كمان انت كنت بتلعب بنفسيه مرتاحه، ان انت بتلعب مع لعيبه عندك بتوجهك بشكل كويس جدا في الملعب، عندك لعيبه بتقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه، كان بيحتضنوك بشكل كويس جدا. كنا احنا صغيرين بنتكلم مع بعض، هنلاعب فرقه كبيره كنا بنحترمها، فرقه صغيره بنحترمها، انت النادي الاهلي. فدايما كنا احنا بنقول المقوله ديت، انت النادي الاهلي، النادي الاهلي يبقى نازل لازم تكسب، لازم تحترم الخصم. الهدف اللي قالك عليه طبعا اسماعيل الله يرحمه كابتن صالح سليم، انه هدف من طراز اهداف مارادونا، قالك ده هدف مارادونا. هقول لك على حاجه محمد، يمكن الهدف ده بتاع الاسماعيلي، يمكن احنا كنا ثاني يوم مسافرين مع منتخب مصر، كنا رايحين رحله الكويت نلعب ماتش ودي هناك، كان الكابتن خطيب مدير كوره ساعتها في المنتخب، يمكن قال لي حاجه. كابتن خطيب قال لك على الهدف ده؟ قال لي الهدف ده من احلى الاهداف اللي جت في الدوري الممتاز، بس اللي ضيعه بعد كده الخمس اجوان اللي جم وراه. ايوه، فيمكن كان طبعا يعني الفوز كان كبير قوي في الاسماعيليه 6-0 وعلى ملعب فريق الاسماعيلي ومنافس قوي جدا، يعني منافسه فرقه محترمه وفرقه كويسه وامام جماهيره. يمكن اصلا يمكن احنا اصلا كلاعيبه احنا مش مصدقين احنا تكسب الاسماعيلي 6-0. اه النادي الاهلي تكسب، لكن يعني اللي وصف الهدف ده بانه هدف مارادوني كان كابتن يعني خطيب، كان هدف من الكابتن خطيب. كابتن خطيب يمكن قالها بشكل، يمكن قالها لنا، قال لي يمكن من احلى، قال لي انا بهنيك على الهدف ده، لان كان كمان ايه ده في اول ثانيه، يعني اول دقيقه في المباراه. فرحت جدا براي كابتن خطيب طبعا طبعا، يعني عارف انت هداف التاريخ المصري، مش هقول لك النادي الاهلي، هداف التاريخ المصري لما يشيد بهذا الهدف، يعني ده حاجه سعيده، يعني شهاده لها قيمتها طبعا، شهاده لها قيمتها طبعا طبعا طبعا. يمكن انت وكمان يمكن الهدف ده بيتعدى من 100 هدف للنادي الاهلي، يمكن ده كان اسعدتني بشكل كبير جدا. لان انا فاكر من حكاياتك في حلقه او لقاء سابق معاك على شاشه قناه الاهلي كابتن محمود، كان في اكتر من حوار كلمتنا عنه، منهم الحوار عن الهدف ده مع كابتن الخطيب، حوار مع الراحل الكبير كابتن صالح سليم، ولكن هنرجع له وقت فرصه احترافك، ولما قال لك وقتها كابتن صالح رجح قرارك بالذهاب للنمسا والاحتراف، لانه طمنك انه من خلال تجربته بيقول لك ان الدوري ده يعني خطوه ايجابيه لك، طالما عايز تروح اوروبا وتشارك في الدوريات الاوروبيه. يمكن عايز اقول على حاجه، يمكن انا قعدت مع كابتن صالح، يمكن هو الراجل كلمني قال لي نمره واحد، عايز تمشي براحتك، عايز تقعد في النادي الاهلي ده بيتك. يمكن الراجل يمكن اقنعني الله يرحمه طبعا، اقنعني بشكل كبير جدا. انا كنت رافض ان انا اروح الدوري النمساوي، يمكن انا بكلم بصراحه، يمكن قلت له يا كابتن انا عاوز احترف في دوري اكبر اقوى من كده. فقال لي دي خطوه، ان انت ممكن بعد كده ان انت اوروبا ودوريات كويسه، وما تصدقش الكلام اللي بيقول لك الدوري النمساوي ضعيف، لا الدوري النمساوي قوي وبيلعب في اوروبا، ده اي دوري في اوروبا اقوى من الدوري المصري هنا بشكل كبير جدا، بتلعب في بطوله اوروبا وممكن تسوق نفسك بشكل كويس. يعني اقتنعت بالكلام بامانه، لكن لما رحت شفت حاجات كتير جدا اتعلمتها في الاعتراف، اتعلمت الالتزام، اتعلمت ان انت تصحى بدري تتمرن الساعه 8 الصبح، تبقى متواجد في الغرفه بتاعه الملابس، اتعلمت ان انا احترم كره القدم. يعني يمكن قالوا لي كلمه كويسه اسم محمد في الاعتراف، رئيس النادي هناك يمكن قال لي انت جيت هنا انت زيك زي الدكتور زي المهندس زي مهنتك كره القدم، فيمكن دي قالت لي ما تشغلش نفسك بحاجه اي حاجه ثانيه، خلاص ده شغلك، ده شغلك الشاغل، انت تبقى متواجد في الفريق، تبقى متواجد في كره القدم، دي احتراف زي اللي بيعمله محمد صلاح دلوقتي. يمكن الناس زعلت وقالت محمد صلاح بيطلب طلبات، لا محمد صلاح هو بيطلب اللي موجود. هنكمل كلامنا الانتقال الحديث عن نجمنا محمد صلاح، في خبر صار جدا كمان للجميع، انه دخل ترشيحات من اجل الحصول على جائزه او لقب افضل لاعب في العالم عن طريق فرانس فوتبول، جائزه من اشهر جوائز كرة القدم على مستوى العالم ومن أكبر جوائز الرياضة وكرة القدم في العالم كله، الجائزة الشهيرة جائزة فرانس فوتبول لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لهذا العام. تعليقك على ترشيح محمد صلاح يعني بعد كمان ترشيحاته الكبيرة الفترة اللي فاتت. يعني عايز أقول لك حاجة، يمكن ده فخر، فخر لنا كلنا جدا، لأن احنا نتفرج على لعيب كبير يتعدي من ثلاث لعيبة أو من دخل ضمن بقى قائمة فيها 30 لاعب حاجة هو ياخدها. يعني فوق. أنا شفت اللعيبة اللي متواجدة معاه أو اللي هي هتبقى موجودة معاه، محمد صلاح هياخدها إن شاء الله، لأنه فعلا أنا عايز، يمكن أنا استغربت جدا من ترشيحات الفيفا، النهارده يبقى أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وده دوري قوي بشكل كبير جدا، هداف الدوري الإنجليزي، أحسن لاعب في أفريقيا،
وصل فرقته يعني او ساهم في الفرقه ان المنتخب مصر يوصل لكاس العالم نهائي الشامبيونز ويلعب مع فرقه ليفربول في نهائي ازاي ما ياخدش احسن لاعب في العالم يمكن في الفيفا جائزه الفيفا دي كنت مستغرب منها جدا. حاجه ثانيه ان ما يتحطش من احسن 11 لاعب يمكن انا شفتها يمكن انا كتبت بوست على الفيس ويمكن ناس علقت بشكل كبير ان قلت لهم ازاي يبقى احسن لاعب انا قلت لهم ان هم بيرادوا محمد صلاح بهذه الجائزه اللي هي بتاعت بوشكاش احسن هدف لا محمد صلاح احسن لاعب في الدوري الانجليزي هداف الدوري الانجليزي ساهم مع فريقه في منتخب مصر انه يوصل كاس عالم ساهم مع فريقه ليفربول هو قيل انه محمد صلاح بعض الاراء قالت انه محمد صلاح تحليلها للسبب ده او عدم حصوله على الجائزه وترجيح كفه مودريتش بعد كمان حصول مودريتش او تفوقه عليه في ترشيح لافضل لاعب في اوروبا انه حسابات مودريتش مختلفه لانه فاز مع فريقه مع ريال مدريد بدوري الابطال الاوروبي صعد مع منتخب بلده الى النهائي بعد مباريات كان فيها وقت اضافي فان نتائج الفرق اللي هو بيمثلها سواء منتخب او نادي اللي محترف فيه رجحت كفته. قيل انه ادائنا منتخب مصر اثر بالسلب على تقييمات محمد صلاح او ما ادالوش الفرص اللي كان ممكن يحصل عليها لو منتخبنا ظهر بشكل وكمل شويه في كاس العالم. لا بس انا وجهه نظري دي مبررات يعني لكن دي اراء بنسمعها دي اراء اللي اسمع لكن انا بقول لك كمحمد صلاح كانجازات او طموحات على المستوى الفردي على المستوى الفردي على اللي شايفه في الاداء اللي محمد صلاح بيعمله او بيعمله في الدوري الانجليزي او مع منتخب مصر او في بطوله اوروبا لا محمد صلاح افضل. مش هيقول لك عشان في ناس تقول لك ده بيجامل لا مش بجامل دي حقيقه في كره القدم انت بتشوف انجازات اللاعب لانه عامل موسم غير طبيعي موسم يعني استثنائي جدا السنه النهارده لما بياخد احسن لاعب في افريقيا النهارده ما هو واخد احسن لاعب في افريقيا وكان في منافسه من مع ساديو ماني ان هو اللعيب اللي موجود معاه في ليفربول لكن محمد صلاح عامل نتائج كويسه جدا وكان بيرجح فرقته على طول ليفربول في الدوري الانجليزي وكان عامل شكل كويس جدا في الدوري الانجليزي وعامل هلا وهداف الدوري الانجليزي فبالتالي انا شايف ان اراء ظالمه ان محمد صلاح كان كنت تتمنى يحصل على جائزه من الجوائز اللي ترشح لها سواء الجائزه الاوروبيه أو جائزه الاتحاد يعني حتى محمد صلاح نفسه قال انا سعيد جدا حتى في التصريح اللي هو قاله وهو بيستلم الجائزه بتاعه الهدف قال لك انا سعيد جدا بالجائزه دي لكن انا مستني جائزه ثانيه حصل يعني هو كان متوقع يعني هو كان يحصل على جائزه من الاثنين لما دخل الترشيحات سواء افضل يعني في اوروبا يعني او في العالم يعني هو كان ياخد الاثنين ما ياخدش الاثنين لا ممكن تديله يعني تديله واحده تديله جائزه منها لكن ان انا ما اخدش الاثنين لا صعب شايف انه ظلم فيها طبعا طيب يعني محمد صلاح الموسم ده مثير للجدل ناس كتير بتقول محمد صلاح عليه ضغط بقى مراقب بشكل افضل الخصوم بيعملوا حسابه او المنافسين خطط الدفاعيه لمراقبته وايقافه في الملعب بقت اكتر بكتير بيتعرض للعنف وده سبب تراجع مستواه وفي اراء تانية بتقول مستواه مش متراجع ده مستوى ليفربول الثلاثي او المثلث الهجومي مش بنفس حاله التناغم اللي كانوا بادئين بيها او بيختتموا بيها الموسم الماضي شايف الكلام ده كله لا يمكن انا شفت محمد صلاح اتعرض لضغط كبير جدا في الفتره اللي فاتت كلام كتير جدا مع الاتحاد الكوره ومع الاعلام ومع ناس الحاجه الثانيه ان فنيا الناس ابتدت تراقبه بشكل كويس يعني الفرق تعمل له اتعمل حسابه بقى اتعمل حسابه ان هو الناس عرفت خلاص ان ده مكمن الخطوره في فرقه ليفربول فابتدت الناس تعمل له رقابه او تهتم بيه بشكل دفاعيا وتعمل له حساب بشكل كويس جدا محمد صلاح يمكن انا اتفرجت على اكتر مباراه النهارده بيتعمل له رقابه مزدوجه ان في واحد بيبقى ضاغط عليه واحد مستني او بيبقى سبورت لزميله لو عدى من الثاني ليه فهو ده يمكن اللي انا من وجهه نظري لكن محمد صلاح يمكن عمل مباراة هايلة امبارح مع مانشستر سيتي عمل اداء فعلا شكل كويس محترم حاجه ثانيه محمد صلاح يمكن في الدوري السنه اللي فاتت في اول 3 4 ماتشات ما جابش الا جونين او 3 جوان وبعد كده ابتدى تفتح معاه وابتدى ربنا يكرمه ويكسب لكن اربع اهداف في اول 8 جولات لكن محمد صلاح في اول 8 جولات لكن مستوى محمد صلاح هيرجع ابتدى نفسيا انا يمكن انا شفته في الفتره اللي فاتت نفسيا مش زي السنه اللي فاتت طيب هل هو عبء عليه نفسي وذهني في المباريات حجم النجاح اللي حققه الموسم اللي فات لانه بيبقى داخل في مقارنه مع نفسه محمد صلاح الموسم ده ومحمد صلاح الموسم الماضي عايز يحرز اهداف عايز يفضل محافظ على المنافسه على الالقاب اللي رشح اليها والجوائز اللي حصل عليها هل ده مسبب عليه عبء نفسي في الملعب قد يكون مؤثر على المستوى بشكل كبير يعني بشكل كبير النهارده لازم احافظ على المستوى اللي انا وصلت له محمد صلاح النهارده زي ما قلت لحضرتك ان هداف الدوري الانجليزي احسن لاعب في الدوري الانجليزي فبالتالي ده مسبب له ازعاج او عبء عليه بشكل كبير جدا ان انت لازم تحافظ عليه تحافظ عليه ازاي ان انت بمساعده الفرقه ومساعده زمايلك النهارده في لعيبه في اوروبا ممكن تبقى غيوره شويه من محمد صلاح او ما تبصلوش او ما وده بيحصل في الكوره وارد في الكوره ممكن تكون عامله مسببه له حاله نفسيه ان محمد صلاح انا سمعت انه عايز يغير النادي
في طموحات ان هو يروح نادي تاني يحقق مجد بشكل كبير جدا. طيب فنيا من خلال متابعتك للقاءات ليفربول في الدوري الانجليزي طالما بنتكلم عن نجمنا محمد صلاح، هل بتميل اكتر للراي اللي بيقول انه في غيره من بعض نجوم فريق ليفربول عايزين يحققوا لنفسهم ما حققوا نجمنا صلاح، ولا ان الجهاز الفني بدات حساباته ان كل العيون مركزه على محمد صلاح والخطط الدفاعيه بتقول مفتاح اللعب او الكي بلاير بتاع الفريق هو صلاح، فبيشتغلوا على ان لاعبين تانيين هم اللي يستفيدوا من التكتلات الدفاعيه على صلاح عشان هم اللي يروحوا يجيبوا جوان؟ ما ده شغل مدير فني الذكي. ايه اللي شايفه كلام سليم اكتر يعني؟ لا الكلام ان انا شايفه ان يورجن كلوب يمكن عامل حاجه كويسه جدا ان خلاص ابتدت الفرق او الفرق اللي بتلعب محمد صلاح او ليفربول بتركز على محمد صلاح، فلازم يخلق استغله بقى انه يفضي لي الملعب، يفضي لي الملعب ان في لعيب تاني يطلع، او ان دي حاجه على فكره ممكن يستغلها بشكل كويس جدا. عنده لعيبه ممكن فيرمينيو وعنده ساد ماني ان هو ممكن يعملوا له الشكل الاسلوب، بس المشكله حتى ان من بدايه الموسم ده فيرمينيو مش في احسن حالاته، مش في حالاته توب فورم يعني كل الناس بتقول هي دي النقطه، ان انا استغل لعيب تاني، استغل لعيب تاني يقدر يصنع لي الفارق، ان محمد صلاح بقى مراقب او ما اللعيبه مركزه معاه بشكل كبير، بياخد معاه 2 و3 مدافعين معاه 3 4 في لعيبه ثانيه، زي ما كان في مدربين يقول لك ان انا ممكن النهارده بفتح الملعب على اساس ان حد يجي من تحت لقدام، يعني زي الهدف اللي انا جبته في الاسماعيلي ما حدش متوقع ان انا اجي كده، وان الكابتن حسام الهدف ده محمد كمان يمكن عايز اقول لك انا بتكلم على الفنيه، رؤيه الفني المدير الفني النهارده الهدف ده كان بنسبه 90% كان حسام وفليكس ابتدوا يفتحوا لي المباراه فخدوا السرد باكين معاهم فابتدت السكه تبقى فاضيه ففتحوا لي الملعب بشكل كبير جدا، حتى يمكن كابتن حسام حسن عملوا لي العاب لي بصيت ليش ليه، قلت له يا كابتن ما جه الجول يعني هم خدوا المساحه، هم خدوا عينيهم، الناس متوقع ان انا مش هروح لكن هم فتحوا لي كمان الملعب. هم حسام وفيليكس كانوا عاملين مع بعض، فممكن محمد صلاح ممكن يفضل ثنائي هجومي متفاهم جدا طبعًا. يعني عايز اقول لك على حاجه، يمكن انا بقولها دايما، النادي الاهلي خطورته في الراسين الحربة اللي عنده، احنا طول عمرنا بنلعب كنادي اهلي بالراسين حربة ان احنا بنهد اي فرقة في الملعب، ان انت عندك راسين حربة جامدين، عندك يمكن صلاح محسن انا من اللعيبة اللي انا بقول يمكن انا شايفها مستقبل كبير جدا لمصر، مش للنادي الاهلي بس لمصر، لانه لعيب كويس، لعيب ذكي، لعيب هداف. طب هنرجع لفريقنا ولنجومنا وللمنافسات المحلية وكمان مشوارنا في البطولة الافريقية، عايز اعرف توقعاتك وقراءتك لمستوى الاهلي في مباراة العودة ان شاء الله امام وفاق سطيف الجزائري. بس سؤال اخير عن نجمنا محمد صلاح، هل بتميل اكتر يا كابتن محمود ان الموسم ده يبقى بالنسبة لصلاح استراحة محارب او يبقى اقل شوية مقارنة بما حققه الموسم الماضي وان ده طبيعي ومنطقي، ولا متوقع ان كيرف اداءه يبدا يعلى في الفترة الجاية ويدخل في مرحلة الاداء اللي كان عليها السنة اللي فاتت؟ انا هو عليه تحدي كبير جدا، انا شايف ان هو يبقى متواجد ومستمر، ان انا مش ضد ان هو يقعد، الناس تقول لك يقعد وياخد استراحة، ان هو ما فيش حاجة اسمها استراحة، هو يبدا، لانه يبدا محمد يمكن من مباراة امبارح الكيرف بتاعه ابتدى يعلى وكان مستواه عالي جدا وابتدى كان في خطورته تظهر، وانا اعتقد ان محمد صلاح الفترة اللي جاي وهيظهر بشكل كبير جدا وهيرجع احسن من مكان، لان محمد لعيب نفسيا، واكيد ان محمد صلاح لعيب كبير وفاهمه وخبرته او اللي تعلمه من الاحتراف ان تؤهله ان هو يرجع لمستواه بسرعه، يعني متوقع له يفوز بجائزه فرانس فوتبول. اتمنى ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان شاء الله، واكيد يسعدنا جميعا طبعًا. اي نجاح لاي نجم من النجوم المصريه في اي مجال اكيد بيسعد طبعًا. كل المصريين وكل المحبين لمصر سواء المقيمين في الداخل او في الخارج او كل من يعرف قيمه النجوم او العناصر المتميزه في مصر في مختلف المجالات، ومنهم بالتاكيد نجمنا يعني الاوسع شهره عالميا او اللي صيته ذاع عالميا لنجاحاته غير المسبوقه في عالم الرياضه او كره القدم المصريه، نجمنا الكبير محمد صلاح، بنتمنى له كل التوفيق في الفتره الجايه سواء مع منتخب مصر او مع فريقه ليفربول الانجليزي. كابتن محمود ابو الدهب، المنافسه الافريقيه، فرص الاهلي بعد الفوز وان احنا في نص الطريق، قطعنا الشوط الاول بنجاح في قبل نهائي البطوله الافريقيه. يمكن انا شايف النادي الاهلي يمكن عنده خبره في البطولات الافريقيه، يمكن الفتره بيعرف يتعامل كويس جدا مع الفرق شمال افريقيا، كان عملنا كل المباريات اللي لعبنا مع مدير فني مصر كنا ممكن كسبناها، وكان الكيرف بتاعنا ابتدى يعلى بشكل كبير جدا في ماتش حريه الكيني، يمكن احنا كسبنا 4-0 وعملنا نتيجه كويسه جدا، الماتش اللي بعديه اللي هو فاق سطيف من الفرق كويسه جدا عملنا نتيجه كويسه بشكل محترم، اللعيبه كان ادائها في اداء عالي جدا، وليد سليمان يمكن انا عايز اقول لك على حاجه ده كان كلمه السر في النادي الاهلي، مستواه بيعلى بشكل كويس جدا، كل اللعيبه كانت نجوم ادت بشكل محترم، المباراه اللي جايه يمكن النادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه، بيعرف يلاعب الفرق ديت على ملعبها
ان شاء الله يمكن انا متوقع ان احنا نكسب هناك لان النادي الاهلي خبرته كبيره جدا ونادي بيلعب على البطوله ومركزين ان احنا ناخد البطوله. احنا قربنا خطوه كبيره من الصعود للنهائي ان شاء الله. وعايز اقول لك على حاجه، يمكن النادي الاهلي فرقه وفاق الصيف عارفه هي بتلعب مين، عارفه النادي الاهلي بقوته بجماهيره بشعبيته الكبيره جدا. فالنادي الاهلي قوي وقادر ان هو يعدي الدور ده ان شاء الله. ان شاء الله. عندنا يعني عايزين كمان نسمع تعليقك على نتائج مباريات الكاس. خلينا نقول الاول المباريات المرتقبه غدا ان شاء الله، بتروجيت مع مركز شباب تلا، ام بي مع شبان الشبان المسلمين في قنا، المصري البورسعيدي مع الجزيره في مطروح، يعني فريق الجزيره مطروح على استاد بورسعيد، وبيراميدز مع طنطا، ووادي دجله مع الجونه، الاهلي مع الترسانه يوم الاربعاء. دي مباريات الاربعاء ان شاء الله، وادي دجله مع الجونه، الاهلي مع الترسانه، مصر المقصه، ابو قير للاسمده، النجوم دي مباريات يوم الخميس، النجوم وحرس الحدود، سموحه والالمنيوم، طلائع الجيش والقناه، الاتحاد السكندري وبورتو السويس، واخيرا الزمالك مع منشيه سمنود او منيه شباب سمنود، لان في غلطه بس في طباعه اسم الفريق، مركز شباب منيه سمنود. طبعا في اختصار للحروف لبعض الكلام، بس مركز شباب منيه سمنود والزمالك هيكون ايضا على استاد بتروسبورت هذا اللقاء يوم الخميس. وعندنا المباراه الاهم اللي بنترقبها في مشوار الكاس في المباريات القادمه، مباراه الاهلي والترسانه ان شاء الله يوم الاربعاء على استاد السلام. نتائج مباراه اليوم يا كابتن محمود عشان تعاقب عليها سريعا، عندنا الداخليه والمنصوره، وأيضا إنتاج الحربي مع الشرطة، فاز إنتاج الحربي بضربات الجزاء الترجيحية، الإسماعيلي فاز 4-0، الإسماعيلي فاز على ناصر الفكرية 4-0، المقاولون العرب 2-0 على غزل المحلة، والمنصورة فاز على الداخلية بعد التعادل السلبي بين الفريقين بضربات الجزاء الترجيحية، وانتهت المباراة بفوز فريق المنصورة، وانتهت مباراة الإنتاج الحربي واتحاد الشرطة بهدفين نظيفين في الوقت الأصلي للمباراة. شايف ازاي نتائج مباريات الكاس وتوقعاتك لمباراه الاهلي والترسانه ان شاء يعني الله؟ يعني انا شايف ان ممكن ما فيهاش مفاجات الا هي مباراه الداخليه، ومش عايز اقول لك ان هي مفاجاه قوي يا محمد، لان فرقه المنصوره فرقه كويسه جدا، يمكن انا اتفرجت على الشوط الاولاني قبل ما اجي، فرقه كويسه، فرقه محترمه، فرقه بتادي بشكل، يمكن ما رهبتش فرقه الداخليه، فرقه بتلعب في الدوري الممتاز، يمكن عملوا مباراه كويسه جدا، وصلت لضربه الجزاء، كان عندها حافز انها تكسب، كان بتادي بشكل كويس جدا، لكن بقت النتائج انا شايفها انها طبيعيه جدا، ان انت عندك الاسماعيلي فرقه كبيره، انتاج الحربي عامل نتائج بشكل كبير جدا في الدوري الممتاز مع مدير فن محترم زي الكابتن مختار مختار، المقاولين العرب من الفرق كويسه جدا، يمكن غزل المحله يقدر ان هو يعمل مباراه لحد ما ان هو يلاعب المقاولين بشكل كويس معاهم مدير فني محترم زي الكابتن سمير كمونه، لكن في نفس الوقت ان كل النتائج الموجوده دي طبيعيه جدا، انت بتلعب وفقا للتوقعات لكل فريقين بيتنافسوا في مباراه قبل المباراه بتميل لصالح هي الفريق اللي فاز بالمباراه. هي ما انا بقول لك هي طبيعيه جدا، لان انت برضه ناس يعني اتحاد الشرطه بيلعب في الدرجه الثالثه، لان الانتاج الحربي عفوا لضيق الوقت يا كابتن محمود، يعني هنتكلم بشكل عام النتائج صارت بلا مفاجاه، مفيش مفاجاه اليوم الاول المباراه، لكن هو الاحترام ان انت تحترم الفريق اللي المنافس اللي قدامك، لان في مباريات بتحصل مفاجات في الكاس، فاتمنى ان شاء الله مباراه الاهلي والترسانه فرقه كويسه، يعني نقدر نكسب بشكل كبير جدا وننسي بسرعه هذه المباراه الحاسمه ان شاء الله. مباراه الاتحاد ان شاء الله. بنسعد بوجودك معنا دايما، نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا الكابتن محمود ابو الدهب، للاسف وقتنا مش هيتسع للمزيد، لكن بتسعدنا دايما بوجودك معنا على شاشه. انا كفايه ان انا موجود مع حضرتك، وانا ببقى سعيد جدا معاك وشرفنا. بشكرك جدا وسعداء بمشاركتك معنا النهارده في الاهلي ليله. مشاهدينا ابقوا معنا، فقراتنا مستمره، بشكر حضراتكم على المتابعه نهايه هذا الحوار، ولكن فقرات الاهلي ليله مستمره بعد الفاصل. زي ما قلنا لحضراتكم، زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي مع نجوم فريق الكاراتيه، ابطال النادي الاهلي، مش بس نجوم كره القدم، نجوم على كافه المستويات وفي الرياضات واللعبات المختلفه وفي كافه المراحل العمريه، رجال وسيدات، منافسات صغار وكبار، النادي الاهلي دائما له الصداره ومتفوق فيها على كافه المستويات القاريه والعربيه والمحليه، ومزيد من التوفيق لنجومنا في كافه الرياضات ان شاء الله. بعد الفاصل زميلي العزيز خالد العوضي ومعاه نجوم الكاراتيه في النادي الاهلي، المدير الفني للكاراتيه في النادي الاهلي ايضا الكابتن خالد العوضي، يستضيف كابتن خالد فضل وعدد من ابطالنا علي الكومي واسلام حسني ومريم صلاح وياسمين الهواري من نجوم ونجمات فريق الكاراتيه في النادي الاهلي. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.